الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم وقد علمتنا في قرآنك، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم نشهدك أننا نحبك ونحب حبيبك سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم هذه خديجة بنت خويلد وهذه فاطمة الزهراء، اللهم في هذه الليالي نسألك يا رب أن تتقبل منا هذا الدعاء، وتتقبل منا هذا نجأر إليه، ونسألك يا رب أن تكرمنا بأن نتعلم عن سيرة هذه السيدة وبنتها وبناتها وما تناسل منها. اللهم وثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.